عم نتابع اذا فقراتنا ومحطتنا اتاليا شو عم بيصير بعالم التكنولوجيا طبعا مع عامر بعينه. صباح الخير للمشاهدين. صباح الخير غادر. صباح النور. بدك تكملي؟ بكمل انا. لا صباح ابدا، بس خبرنا شو عم بيصير عندك. هو اصلا بصب الفقره هذا اللي عم تعمل انت، مش شيء برات السجاه يعني. عم نحكي عن التكنولوجيا والتعقيدات. خبرنا شو عندنا اشياء جديده. رح نحكي عن موضوعين اليوم. موضوع رح نحكي عن اول شيء موضوع 12 ايلول اطلاق الهواتف الجديده وبعض الامور الجديده من شركه ابل. اكيد الموعد الدائم شهر ايلول رح نحكي عنه وحنشوف شويه صار موعد ثابت فيجول. يعني دائما اذا عندنا شيء جديد او ما عندنا بايلول. هن دائما بيطلعوا ايفونات بايلول. اوكي. ما في الا واحد من الايفونات اللي كان اس اي كانوا يطلقوه بنص السنه بشهر 6، بس عاده الاساسيات والفلاج شيب وكل شيء حوالين الموبايل اندستري عندهم كان يكون بشهر ايلول. كمان رح قبل ما ابلش بموضوع ابل رح نحكي عن قرار لوزير الاتصالات اللبناني مع الوزير جراح بخصوص الهواتف المهربه وولوجها على الشبكه وكيف حتصير بلوك. هلا حكي عنه بشكل مفصل اكثر. امبارح نزل هو القرار على تويتر. هلا اكيد في ناس مع في ناس ضد. هلا ما رح ناخذ طرف، بس حنحكي عن اذا بدك تقنيه هذا القرار. حبلش بموضوع ابل. 12 شهر في ايفنت لابل الكينوتس يلي مفروض يتم الاعلان عن 2 او 3 تليفونات جديد من ولو 2 او 3 خليهم 4. كيف واحد بده يلحق ويركز ويقول بعتقد لقلي شغله. بعتقد هيدا محاولة. هلا السنة الماضية أطلقوا 3 تليفونات مع بعض بنفس الوقت، وحكينا بوقتها إنه it was too much مع بعض والتن 100% والأكس والتن it was too much مع بعضهم وضربوا بعضهم. وهيدي الأرقام يلي أرقام المبيعات بتأكد إنه ضربوا بعضهم. هلا أبل بتقول إنه هي عم تبيع. ما هو مش العبرة إنه نبيع، العبرة إنه نبيع أكثر من غيرنا. يعني إذا أنا حاطط التارجت بدي أوصل لعشر تليفونات، إذا بعت 11 مش معناته أنا عملت منيح. يمكن عملت منيح بس غيري باع 20 مثلا. فاليوم لما أنا بتطلع على الأرقام الجديدة اللي بتحط هواوي برقم 2 عالميا بينما كانت هي رقم 3، معناته والأرقام اللي ذكرناها من حوالي الشهرين، سامسونج عملت بعد رقم 1 بالعالم، عملت حوالي 7% مبيعات زيادة عن السنة الماضية. ابل رقم صارت رقم 3 بالعالم، عملت 1% زياده مبيعات عن السنه الماضيه بينما كانت رقم 2، وهواوي صارت رقم 2 كانت رقم 3 عملت 40% مبيعات زياده عن السنه الماضيه. فاليوم لما انا بدي اقول انه وصلت للتارجت تبعي، بس هل هو التارجت ممكن يكون التارجت تبعي واطي؟ هل هو التارجت الهدف او نزل تليفون يستقطب اذا بدك هيك حب ونجاح والناس تحكي عنه انه في اشياء جديده. هواوي اطلقت 3 تليفونات جديد باخر شهر، البي 20 برو، نوفا 3 والنوفا 3 اي. فيني اقول انه بلبنان ملحقا لهالارقام هيدي، اول شيء الاسبوع الماضي انقطع هاتف ال 3 اي من السوق والبي 20 برو من السوق بسبب الطلب الكثيف اللي صار من قبل اللبنانيين على هالهواتف هدول. واذا تواجد السوق تواجد لون الاسود، ما تواجد اللون اللي نزل فيه البي 20 برو اللي هو توايلايت، والاحلى لون نزل فيه 3 اي اللي هو الايريس بيربل. اليوم رجع صار فيه كميه بضاعه بالاسواق، بس الرقم الملحق لهالموضوع هذا انه اصبحت هواوي بتشكل 50% من السوق اللبناني بالهواتف المشغله. فبالتالي اليوم مش الهدف انه نحن ننزل تليفونات، الهدف انه هالتليفونات تكون بوبولر يعني شعب يعني تنحب وتكون بالمتطلبات اللي عم يطلبهم المستهلك. 3 تليفونات من ابل بالمبدا عم نطلع على اول تليفون من ابل حسب الرومرز الاشاعات اللي عم تطلع لي شبه مؤكده صارت. عم نطلع على اول تليفون من ابل شاشته فوق ال 6.5 انش. هيدا اول تغيير. عم نطلع على تليفون ارخص من التليفونات الموجوده هلا كمان عند ابل،
يعني اذا بدك نفس الشكل بس شاشه اقل اداء، يعني بدل ما تكون اموليد عم تكون ال سي دي او اي بي اس بمواصفات اقل ليكون سعره يقدر ينافس أقل. ليش؟ لانه شفنا سيجمنت جديده من شريحه من المستهلك بدها تليفونات بين ال 150 وال 400 دولار، وهيدا نجحت فيهم سامسونج ونجحت فيهم كثير هواوي. اليوم هواوي عندها تليفونين جداد نوفا 3 اي والنوفا 3 هن بين 300 وال 400 دولار، فهيدا السيجمنت عم بي عليه طلب كثير كبير. هيدي الشريحه من العالم بدها هالقد تحط انفستمنت تاخذ مقابلها جهاز بقلبه بطاريه رائعه، شاشه رائعه وكاميرا رائعه. نجحت هواوي بهذا الموضوع والدليل عدد المبيعات اللي عم تعمله. فارتقت ابل انه لازم تنزل لهالكاتيجوري بالمنافسه، فيمكن نشوف تليفون من ابل عم ينبيع بالسوق ب 400 او 450 دولار. اكيد هذه بعدها اشاعات ما رح تتاكد الا ب 12 شهر. فرح يبين معنا، انا بدعي المشاهدين يحضروا الكينوتس لايف، هن 8 بتوقيت بيروت اذا ماني غلطان او 7:30 بتوقيت بيروت. رح يتم الاعلان قلنا عن هواتف جديده، رح يتم الاعلان عن ساعه جديده مفروض كمان. ابل واتش 4، ورح يتم الاعلان عن الاي او اس 12 ابديت لكل حاملين الاجهزه الايفون، رح يلحقها تحديث بعد 48 ساعة من الإعلان عنه للأوبريتنج سيستم تبع تليفوناتهم، بأكيد أشياء جديدة لا ينافسوا فيها الأشياء الجديدة اللي نزلة بأندرويد. فكل هذا الأمور بدنا نصير ب 12، بدنا نلحقها، بدنا ننطرها. أكيد نحن بعد 12 شهر نرجع يكون عندنا أبديت تباعا على كل شيء، كل شيء نشوف عن جد شو يعني. exactly. انت هلا كله بعده إشاعة، رح نفصل الأبل واتش ما لنا إشاعة، الآي أو إس 12 ما لنا إشاعة، بس التليفونات بالمجمل بعد كل شيء طالع عنه الإشاعات. ونحن بدنا نصدق، بدنا نشوف لحتى نصدق، بدنا نشوف وبدنا إن شاء الله يكون يعني مثلا هيك خبر حلو لأشخاص اللي بحبوا تليفونات الأبل بس ما بيقدروا يدفعوا الأسعار اللي موجودة هلا بالسوق اللي هي تفوق 1800 دولار. صح. الخبر الأخير مع قرار معالي الوزير جمال جراح وزير الاتصالات بلبنان، يلي عم يرجع يعيد إذا بدك للأذهان، قرار معالي الوزير وزير الاتصالات السابق نيكولاس حناوي بحجب التليفونات اللي عم تفوت تهريب على السوق. الحجب بيصير عن طريق البلوك للرقم المتسلسل للتليفون أو الـ IMEI number. كل التليفونات اللي ما فايته شرعيا من المعابر الشرعيه من الدوله اللبنانيه، يعني دافع جمرك والضرائب اللي لازم تدفعها، ما راح تقدر تفوت على الشبكه بقى ابدا. راح اشرح شوي بشكل سريع شو بيصير كيف على راح اشرح بشكل سريع اللي انا بعرفه واللي انا عم تابعه. اكيد الايام القادمه بينزل فيها شرح مفصل من شركات الخليوي الفا وتاتش، وايضا شركه اللي عم تتبع نظام التشغيله او المراقب الجديد ان موبايلز، وما بدي انسى كمان الوزاره لها دور كثير كبير بهذا الموضوع. اليوم كل التليفونات اللي موجوده بالاسواق عمرها بين الخمس او ست سنين يلي هي اوريدي فايته على الشبكه، لو كان التهريب ما راح تنحجب. التليفونات اللي فايته من المعابر الشرعيه واللي مدفوع عليها كل شيء ما راح تنحجب. ابتداء من ثلاثة الشهر، ابتداء من نهار الاثنين ثلاثة الشهر، كل التليفونات اللي بيجوا على لبنان بشكل تهريب ما راح تقدر تفوت على الشبكه. يعني مجرد ما تحط الخط فيها ما راح تشتغل. علينا ننزل عند مبدئيا عند احدى شركتي المشغلين للخليوي الفا او تاتش، بعتقد اذا ماني غلطان كمان يمكن ليبون بوست واحد المرافق على المطار، نصرح عن التليفون عمليه التصريح، يعني ندفع الجمرك وندفع الضرائب اللي بتلحقوا لهذا الجهاز. اكيد الدوله عندها لائحه بالاسعار معدل الوسطي لها السعر، ومعروف كل برودكت عم يفوت عند على لبنان قديش عليه القيمه الجمركيه والضريبه، بيدفعوا هالمبالغ هيدي وبيدخل مباشره على الاي ام اي اي نمبر طبعا. بينما يلي شاري تليفونه بشكل الشركه اللي جايبه التليفون بشكل شرعي هي صرحت ودفعت كل شيء. دونك واحد بيشتري بحط خطه بيمشي حاله ما في اي مشان هيك مشكلة. اول شغله بنطلب من الاشخاص اللي عم ينزلوا يشتروا من السوق، اليوم الفرق منه كتير كبير صراحة بين التهريب وبين الشرع حوالي 10%، واللي هي فعليا هال 10% هي ضريبة على القيمة المضافة. فاليوم مش الـ مش الـ مش اللي عم بيستورد الأجهزة اللي عم بحط ربح كبير، مش اللي عم بيستورد الأجهزة اللي عم ياخذ هال 10% الفرق،
هي تسعيرة الدولة اللي عم يقدر يزمط فيه المهرب انه ما عم يدفع الضرائب، وبالتالي عم يقدر يوفر بين 11% و16% من سعر وعم ينافس فيه بالسوق. فبالتالي لجميع المشاهدين اللي عم يشتوا تليفونات وبدون يشتوا تليفونات اسبوع جاي، تأكدوا انه هو جاي عن طريق الشركة الموزعة على قلب لبنان، في عليه ستيكرز وفي عليه كل هذا الامور، في IMEI نمبر بيقدر هو واقف بمحل التليفونات، صار في موقع لايف لوزارة الاتصالات بيقدر يفوت يعمل تشيك على IMEI ويعرف انه هيدا مشرع وفيت شرعي على لبنان ويقدر يشتري. ما نشتري تليفونات مهربة لا نضمن انه التليفون اللي حناخده حيشتغل وما راح يكون في بقلبه مشاكل وما نتعذب ونروح ونتكركب بكل مشان الاشخاص الوافدين الى لبنان، اللبنانيين اللي بتجيبوا معهم تليفوناتهم من برا ويستعملوا عليهم خطوط لبنانية. أوكي. معهم جريس بيريد من الوزارة 90 يوم، يعني بيقدروا يستعملوا الجهاز لمدة 90 يوم بالسنة داخل الأراضي اللبنانية من دون ما ينعمل له بلوك للIMEI. بس هون ما يعني هن شارينه يمكن ببلد يعني موجود وشرعي بس هون بلبنان إذا بده يستعملوا أكثر من 90 يوم بده يدفعوا عليه جمرك. فبالتالي إذا هن عم يستعملوا لأنه جايين زيارة لمدة شهر أو شهرين على لبنان، ما في مشكل. مجرد ما يرجعوا يظهروا رح يرجعوا يجوا بعد سنة ما عندهم مشكل. إذا أجوا خلال السنة لمدة شهر زيادة كمان ما في مشكل، إنما لما يقطعوا 90 يوم بده يضطروا يجمركوا ليستعملوا داخل الأراضي اللبنانية. فكمان هيدي يمكن تسبب شوية مشاكل لبعض الأشخاص، بس إنه النظام بس ليركب ويصير ده بيمشي الحال. في ناس حتعترض على هذا القرار وفي ناس رح تكون معه. أنا ضد التهريب لأنه التهريب بسبب مشاكل للمستهلك. يعني اليوم التليفون المهرب ما بيلحقوا الورنتي الرسمية ولا بيلحقوا الصيانة الرسمية، وحتى في تليفونات مهربة ما معمولة لسوقنا، يعني ما معمولة تشتغل بلبنان ولا تشتغل على الموجات الإرسال وعلى الأنظمة، يمكن ما فيها عربي كمان وكل هذه الأمور. ففي تليفونات عم تفوت على لبنان منا معمولة للسوق اللبناني، وفي تليفونات بتفوت على لبنان منا شاملة للورنتي يلي بالتالي أريح وجع راس وأريح مشاكل أنه نحن نشتري تليفونات الفايتة بطريقة شرعية. التهريب عم بيسبب خسارة بحدود 80 مليون دولار للدولة اللبنانية بسبب هل عم بيسبب خسارة للناس كمان، يعني أي شغلة صارت التليفون وقع أنا حكيت عن خسارة الناس، وهلأ بدي أحكي عن خسارة الدولة اللبنانية اللي هي 80 مليون دولار. في خسارة كتير كبيرة ومخيفة لمستوردي أجهزة الهاتف الخلوي، هالشركات اللي عندها موظفين عم تدفع كامل ضرائبها غير ضريبة الجمرك على الهواتف أو على البضائع المستوردة والتيف، عم تدفع كمان ضرائب للدولة اللبنانية، عم بيكون الأوفر هيد تبعها كتير عالي، ما عم تقدر تحميها الدولة وما عم يقدروا ينافسوا مع الأجهزة اللي فاتت تهريب واللي عم تفرق أسعارها بين 10% و16% بالسوق. فبالتالي القرار معلش بدنا نتحمله، العبرة بالتطبيق، منقيم عملية التطبيق وفينا نعطي فيدباك على عملية التطبيق ونحسن من عملية التطبيق، ولكن ما نعارض القرار بشكل عام. أنا بالنسبة لي يمكن يكون عندي مشكلة لأن أنا بيجيني تليفونات من برا لجربها ما بتنزل بالأسواق اللبنانية، هيدا يمكن تسببني بمرحلة مراحل أنه أنا أتكلف عليهم، بس يمكن إذا أنا مضطر أخسر شوية لنضبط. هلأ في حالات استثنائية عم بعطي رأيي أنا. أوكي. بالموضوع أنا قادر أتحمل لنضبط هذا القطاع وما يعود فوت بقى أجهزة التهريب على السوق اللبناني وما نكبد خسائر لا للمستوردين، يعني بالحق ما عم بحكي أنه المستوردين عم يحطوا أرقام خيالية، لا للمستوردين ولا للدولة اللبنانية. هلا عم نحكي عن تليفونات وهذا الشيء ينطبق ويشمل كل الله بلش معالي الوزير بالتليفونات يمكن هلا المفروض انها تفوت بطريقه يمكن غاده. هلا المشاهدين اللي عم يحضروا يقولوا وين حمايه المستهلك، وين وزاره الاقتصاد، وين الجمارك؟ انا ما رح فوت بهالامور هذه، المشاكل تعول الدوله عارفينها، بس هيدي جاي خطوه جيده من معالي الوزير لضبط القطاع ومحاوله السيطره شوي على الخسائر اللي فيه. مرسي عامر، مبروك تليفونك. رح ننتقل لحتى هلا نكون مع سارة بورشة ملح. صباح الخير من جديد. رح نبلش بأول بلا عنا اللي هو أهين شيء، هو سلطة العدس مع الأنديف. مثل ما بتعرفوا في كتير أنواع عدس،
في الأخضر يلي نحن رح نستعمل اليوم هو كتير بيلبق للسلادات. إذا بدكم في مثله على يعني نفس الحبة، نفس كبر الحبة حجمها وشكلها على بني، في العدس الأخضر البني والأورانج. بدنا نبعد عن العدس الأورانج لأنه يعني بيخسر من شكله وقت نسلقه وخرج أكتر السوب والهيك الانديان فود. سو عنا كباية عدس، عنا رمان رح حط نص الكانتيتي، اتركه شوي لحتى بس بدنا نزين، وعنا فجل قصيتهم انا ترانشات رح اتركهم لحطهم على الوجه، ما رح اخلطهم مع العدس. اوكي رح نستعمل بصله حمراء، ناخذ شقفه منها بدنا نقصها صغير ونحطها مع خلطة العدس. اللي عم بعمله هو بدي اخلط العدس مع كم مكون، حط لهم الصوص وندلقهم على وجه الجات يلي رح نحط فيه الاخضر تبعنا الورقة الخضراء الانديف. وفي عندكم يا بقدونس بالوصفة بتشوفوها على الشاشة رح تشوفوا بقدونس، وانا رح استعمل اوبسيون تانية يلي هي البقلة. منقصهم صغير مثل كأنه عم نقصهم للتبولة. فوالا انا عم بقص هلا نص البصلة هيك قطع صغيرة مثل بصلة التبولة. اوكي النص الثاني بدي اتركها كمان لحطها على الوجه ترانشات رفيعة. وهيدي البصلة صارت جاهزة. شو بيضل عنا؟ فينا نعمل الصوص. الصوص هي كناية عن إذا بدكم صوصة الفتوش. أوكي أنا حطيت هون ربع كوب دبس الرمان، رح حط ربع كوب كمان زيت الزيتون. أوكي حتى لو عم نعمل او عم نستعمل دبس الرمان ما بيغني هيدا الشيء عن شويه حامض، شويه ملح، دبس الرمان بتعرفوا نكزه حلو هيك نكزه، في نكزه سويتنس على حامض. اوكي بهار اسود تخلطوا. رح حط قسم منها مش كلها، اترك شوي للاخير. اوكي وبالجات عنا هون بدنا نبلش نحط الاوراق الخضراء يلي عنا. رح اصف الانديف يلي بتقصون، فيكم تقصون كل شقفة كل حبة أربع شقفات أو أرفع، تحطوا فوقهم البقلة ونرجع منكفي هيدي السلاد. بالفقرة الثانية من ورشة ملح بنروح لعند غادة. يعطيك ألف عافية. فإذا بقية التفاصيل بفقراتنا التالية من ورشة ملح، وبرجع أذكركم عالم الصباح لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت، وتذكير كمان إضافي أي تواصل أي سؤال حابين توجهوا لنا أكيد جميع وسائل التواصل ما هي بخدمتكم، وأسرع شيء فيكم تبعتولنا عبر رقمنا الخاص عبر تطبيق الواتساب. بريك ونرجع من تابع.